على فكرة دي أول مرة نتجمع كلنا كده على الأكل من يوم ما كنا في منيا القمح. إن شاء الله يا رب نتجمع كده على طول سوا. حضرة النظرة، حكاية إنك سبت النادي بدري كده وشرفتينا النهاردة وقعدت تتغدى معانا دي أكيد وراها حاجة سيادة النظرة. أبدا، كل الحكاية إن أنا خلصت النادي بدري قلت أرجع أتغدى معاكم وهو فرصة نتجمع سوا. طب إيه رأيكم بقى ما دام احنا متجمعين كده بربطة المعلم زي ما بيقولوا، ما تيجوا نطلع على منيا القمح نروح نزور الحاجة ونرجع اخر النهار؟ لا لا، خليها يوم تاني نعمل لها زيارة حلوة كده ونروح لها. اصل بيني وبينك النهارده معزومة على العشاء مع كوثر هاني مرات معالي الوزير. حضرة المربية الفاضلة، خليك انت في حرم معالي الوزير وفي النادي والحاجات دي، انا هاخد منا ونطلع على منيا القمح. على فكرة احمد، انا مبسوط قوي ان انت مجتهد جدا في شغلك على فكره في الشركه. متشكر قوي يا بابا، ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. نعم، ولسه بقى لما يتجوز كمان هتبقى الحكايه حاجه تانية خالص.